بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين بك الواقفين على بابك حتى ترضى. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وبعد فاليوم نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى على مقدمة علم الحديث للإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فيقول رحمه الله تعالى: باب بيان المتصل والموصول. طبعا هنا المتصل هو بمعنى الموصول، عشان ايه لا محدش يظن ان المتصل غير الموصول، لا المتصل بمعنى الموصول. طب هو ليه يعني ما كان قال المتصل فقط او الموصول فقط؟ لانه في بعض الكتب بيأتي بلفظ المتصل وفي بعض الكتب بيأتي بلفظ الموصول، فحتى لا يظن أحد أن الموصول غير المتصل، فهو قال إيه؟ باب بيان المتصل والموصول. وقدموه أي هذا الباب على الموقوف. الموقوف اللي هو إيه؟ ما هو الموقوف؟ كلام الصحابي. من ايه؟ من يكون الكلام من ايه؟ كلام الصحابي اللي هو ايه؟ عكس المرفوع اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. فبيقول قدموه على الموقوف نظرا لوقوعه، يعني المتصل على المرفوع اللي هو ايه؟ من كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. وان الاصل في المتصل إنه هو المرفوع. الأصل في المتصل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده اللي إحنا إيه بنسعى ليه؟ لعلمه ولتعلمه. فالأصل في الإيه؟ في المرفوع، أو الأصل في المتصل أو الموصول أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكون من إيه؟ قبيل المرفوع. قال ابن الصلاح وغيره: والمتصل والموصول هو، هيعرف بقى ايه هو المتصل والموصول ده: كل ما رويته من الأخبار والآثار بإسناد متصل. فدخل الموقوف على الصحابة والمرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده على اعتبار ان في فرق ما بين الخبر والأثر، وده هنشوفه دلوقتي. وخرج بقيد الاتصال المرسل. يعني احنا لما قلنا المتصل هو كذا كذا،
خرج من هذا القيد ايه الحاجات بقى اللي إيه الاشياء اللي هيقولها دي. فالاشياء التي سيذكرها ليست داخله في باب الايه المتصل ولا الموصول. فخرج بقيد الاتصال المرسل. طب ليه المرسل مش متصل؟ لازم كده تتفاعلوا معايا يعني، لان الصحابي سقط منه فاصبح الاسناد غير متصل. طيب والمنقطع، المنقطع اللي فيه راوي او اكثر ايه فيه راوي ساقط بس ما يكونش صحابي، لا يكون صحابي. والمعضل اللي يبقى ايه فيه اثنين او اكثر ساقطين، يبقى المنقطع يكون فيه واحد ساقط بس ما يكونش ايه صحابي. المعضل فيه اثنين او اكثر سقطوا من الاسناد ولا يكون في احدهم صحابي برضو. والمعلق، المعلق يا اما بيبقى في اول الاسناد او في وسطه او في اخره، واخد بالك؟ فيبقى برضو داخل تحت باب الايه ان في سقط في الاسناد، مفيش إيه؟ لا يوجد اتصال في الاسناد. وكذا معنعن المدلس قبل تبيين سماعه. معنعن المدلس لما المدلس يقول عن فلان فغالبا بيبقى ايه هو لم يسمع منه، يبقى برضه سقط منه مثلا واحد او اثنين، شيخه او شيخ شيخ سقط من الاسناد، لكن هو من اجل ان يحسن الاسناد فقال عن حتى يوهم سماعه من ذلك الشيخ وهو لم يسمع منه. طيب قال ابن الصلاح وغيره: ولم يروا اي المحدثين ان يدخل المقطوع، يعني ايه لم يروا ان يدخل المقطوع تحت ايه تحت باب المتصل. الآتي بيانه للتنافر بين لفظ القطع والوصل. ايه هو المقطوع؟ كلام التابعي، وبعضهم بيقول هو ايه كلام التابعي في او في من هو دونه، يعني التابعي او اللي بعد التابعي. طب هو المقطوع ده مش جائز ان هو يكون متصل السند؟ جائز ان يكون متصل السند. والموقوف او الايه احنا قلنا المرسل ممكن يكون متصل السند لكن فيه انقطاع في ايه في الصحابة. طيب المقطوع ده من الجائز ان هو يكون متصل السند، يعني السند موصول الى التابعي، فيبقى هنا كان المفروض ان هو يدخل تحت ايه باب المتصل لانه متصل الاسناد إلى التابعي، فلما لم يجعلوه تحت باب المتصل مع أنه متصل الإسناد؟ فقال للتنافر بين لفظ القطع والوصل، إن القطع في اللغة عكس الوصل، فكيف يكون الشيء وعكسه هما شيئا واحدا؟ واضحة دي؟ القطع عكس الوصل، فلو قلنا ان الوصل هنا ان القطع هنا يعني يدخل تحت باب الوصل، يبقى احنا كأننا قلنا شيئان في اللغة هما بمعنى واحد، تكون وصفت شيء واحد بايه بلفظين متضادين في اللغة اللي هو القطع والوصل.
فلذلك لم يدخلوا المقطوع تحت باب الايه المتصل. وقال الحافظ السخاوي رحمكم الله: هذا عند الإطلاق، يعني لما نيجي نقول ايه هذا الكلام متصل الى فلان، لما نقول هذا ايه، هل هذا الكلام ايه مثلا من مقطوع، ولا نبين هو مقطوع على من. فقال لك هذا عند الإطلاق، إنه عند الإطلاق لا يدخل المقطوع تحت الموصول، أما عند التقييد فجائز، فهو جائز، بل واقع في كلامهم، يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، لكن ما يقولوش بقى إيه هو مقطوع على سعيد بن المسيب مثلا، لا، لكن يقولوا هذا الحديث أو هذا الأثر مقطوع ويسكتوا خلاص، ويكون مثلا من قول سعيد بن المسيب أو من قول الزهري أو من قول غيره، فيقولوا هذا مقطوع. لكن إذا قيدوا وقالوا مثلا هذا متصل إلى سعيد، فقالوا هذا جائز، هذا متصل إلى الزهري فهذا جائز، أو إلى مالك ونحو ذلك، والله أعلم. واضحة العبارة الأخيرة دي؟ طيب، وده كلام الحافظ العراقي، وإيه الحافظ السخاوي نقلوا عنه، يعني هذا في الأصل ليس كلام الحافظ السخاوي زي ما الإمام الشعراني بيقول وقال الحافظ السخاوي، هذا في الأصل كلام الحافظ العراقي. طيب، باب بيان الموقوف. احنا قلنا الموقوف ده ايه؟ كلام الصحابي. طب واحنا بنتكلم على ايه؟ الأبواب دي بتتكلم على ايه؟ على أنواع الحديث. فقالوا طب هو الموقوف ده حديث؟ فبعضهم قال والله كان المقطوع والموقوف ده إدخاله تحت أبواب الحديث، يعني فيه نظر. ليه؟ لأنه ده ليس بحديث، ده أقوال للصحابة للتابعين، وإحنا لا نتكلم هنا على الأقوال الصحابة ولا التابعين، بنتكلم هنا على إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله. فقالوا يعني ما كانش إيه، أو إدخال الموقوف تحت باب الإيه أنواع الحديث، أبواب أنواع الحديث ده فيه نظر، ولكن قالوا إلا إذا لم يكن للصحابي فيه اجتهاد، يعني واحد من الصحابة بيتكلم مثلا عن أشياء متعلقة بيوم القيامة، طب هو الصحابة هيجيب الكلام ده منين؟ مش من دماغه، هيكون أكيد سامعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة مثلا يقول إيه إن الفعل الفلاني له الثواب الفلاني، من فعل كذا فثوابه كذا، برضو الصحابي لن يأتي بهذا من عنده، لأنه مثلا من صلى كذا فله من الثواب كذا، الصحابي مش هيقوله من عقله، بل لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو العكس إنه يقول من فعل كذا فعقابه كذا. فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. فلما الصحابي يقول مثل هذه الأشياء، يبقى إيه هذه الأشياء من قبيل الإيه المرفوع، فتدخل
مع أنها قول الصحابي، لكنها تدخل تحت إيه؟ باب الحديث وباب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب بيان الموقوف وقدموه على المقطوع. قلنا المقطوع اللي هو قول التابعي في من هو دونه، يعني التابعي أو تابع التابعي وهكذا، لاختصاصه أي الموقوف بالصحابي، والصحابي مقدم على التابعي وعلى تابع ولا وعلى أتباع التابعي، فلذلك قدموا إيه؟ الكلام على الموقوف على الكلام على الإيه؟ المقطوع. قال ابن الصلاح: والموقوف ما قصرته على صحابي قولا كان أو فعلا أو نحوهما مما لا قرينة فيه للرفع. أشوف بقى ابن الصلاح قال إيه؟ مما إيه؟ لا قرينة فيه للرفع، لكن إذا وجدنا قرينة للرفع زي القرائن اللي أنا ذكرتها دلوقتي الآن، يبقى إيه؟ دي مش داخلة في الموقوف. طيب، هنا ابن الصلاح قصر الموقوف على إيه؟ على الصحابة قولا كان أو فعلا، سواء وصلت السند بذلك أو قطعته، وسماه بعض الفقهاء من الشافعية الأثر. يبقى الإسناد حتى لو فيه انقطاع وهو من كلام الصحابي يسمى أيضا موقوفا حتى لو كان فيه انقطاع. وقال لك إن بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية زي الفوراني من الخرسانيين كانوا يسمون الموقوف أثرا ولا يسمونه حديثا ولا يسمونه خبرا، يسمونه إيه؟ أثر. يبقى ده اصطلاح خاص إيه؟ ببعض الفقهاء الشافعية من خراسان. وعبارته يعني عبارة الإيه؟ الفوراني الفقهاء يعني، ويقصد فقهاء خراسان من الشافعي، يقولون الخبر ما كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر ما روي عن الصحابة. هي المفروض بقى ما كان عن النبي، يبقى نصلح الإيه العبارة دي، الخبر ما كان عن النبي والأثر ما روي عن الصحابة. يبقى هنا فرق ما بين الخبر والأثر. إيه انتهى. بعض الإيه العلماء له مصطلح آخر، فيقول لك الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن الصحابي، الصحابي أو من هو دونه تابعي. فبعضهم إيه يقول لك الحديث يبقى ده المرفوع، وما سوى الحديث ده يسمى إيه؟ خبر. طيب، ابن الصلاح ليه برضو يعني قول بيقول ان كل او المحدثين بيسموا كل هذا اثر، يعني يسموا الحديث المرفوع اثر، الموقوف اثر، المقطوع اثر، كل ده بيسموه ايه؟ اثر. طب ليه بقى جبنا الكلام ده منين؟ أن الحافظ السخاوي يقول: وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما، عليهما دي عائدة على إيه؟ عائدة على المرفوع والموقوف، بمعرفة السنن والآثار.
يبقى الايه الامام البيهقي فرق ما بين ايه السنن وايه والاثار. طيب يبقى كده كأن البيهقي ايه يسير على مذهب فقهاء خراسان، لان هم بيسموا الاثار دي ايه ما رويت عن الصحابة دي اثار. طيب وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بمعرفة السنن والآثار أنه معهم في ذلك، ذلك اللي هو إيه التفرقة بين الحديث والأثر. الإمام البيهقي بيفرق ما بين الحديث إيه والأثر. وسلفهم في ذلك إمامهم اللي هو مين؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقد وجد ذلك في كلامه كثيرا، واستحسنه بعض المتأخرين، قال لأن التفاوت يقتضي التفاوت في المترتب عليهم. يعني إيه التفاوت يقتضي التفاوت في المترتب عليهم؟ لأن إحنا لو قلنا إن الإيه أو ساوينا بين أقوال الصحابة وأقوال التابعين يبقى كده لن يكون هناك تفاوت في الأحكام الصادرة أو المستنبطة عن أقوال الصحابة والتابعين، ولكن هو في الحقيقة يجب أن نفرق بين هذا وذاك، لأنه مثلا لو لم نفرق وقال ورد في الأثر فممكن أنت تظن حديث وهو لا يكون وهو يكون قول صحابي، فأنت إذا ظننته حديثا مرفوعا هتطبق بقى عليه الأحكام اللي إيه في الأصول، الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب أو ما شابك والنهي يقتضي التحريم وما إلى ذلك، لكن لن تطبق هذه القواعد على قول الصحابي. فيبقى ينبغي أن يكون في تفاوت ما بين الحديث والأثر حتى يكون هناك تفاوت فيما يترتب عليهما. واضحة؟ طيب فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر وللصحابة الأثر وللعلماء القول والمذهب. طيب. احنا عارفين طبعا ان القول بيكون ايه هو قول للإمام، بيكون قول للإمام يبقى من كلام الإمام، لما نقول قول الشافعي أو مثلا هذا في أحد الأقوال أو اختلف الشافعية فيه على قولين، يبقى القولين دول لمين؟ للإمام نفسه. لكن لما يقول المذهب يبقى العلماء المذهب. فإيه ينبغي أن تفرق ما بين القول وبين المذهب. قال ولكن المحدثون كما قال النووي يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف، ده المحدثين، لكن الفقهاء لا. ليه؟ لأن المحدث الغاية عنده إيه؟ إن يكون هذا الأثر أو الحديث أو الخبر يكون صحيح متصل الإسناد، لا يعنيه مسألة ما يترتب على التفرقة ما بين الحديث المرفوع وما بين الموقوف. فهو لذلك إيه ما عندوش مشكلة، لا يوجد عنده أي مشكلة في أنه يطلق الأثر على المرفوع والموقوف، ما عندوش أي مشكلة، لأنه
هو غاية ما يعني يريد أن يعني يتحصل عليه إنه إيه، يبقى الإسناد متصل. ده بقى كلام الصحابي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتفرق معاه. اللي تفرق معه إيه؟ من؟ الفقيه هو الذي يفرق معه، هو ده كلام صحابي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الفقهاء بيفرقوا بقى ما بين الحديث والأثر والخبر، لكن المحدثين لا. وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما شرح معاني الآثار أنه معهم في ذلك. معهم اللي هم مين بقى؟ المحدثين. يعني البيهقي كان مع الفقهاء، لأن إيه؟ معرفة السنن والآثار، فرق بين السنن والآثار. الإمام الطحاوي لم يفرق، قال شرح معاني الآثار. الآثار دي بقى داخل فيها المرفوع وداخل فيها الموقوف. وكذلك أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار له، مع أن الإمام الطحاوي كان فقيه، ف يعني لكنه نحى منحى المحدثين. قالوا ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي، بل لو ولو أضيف المروي للتابعي وكذا لمن بعده ساغ تسميته موقوفا كما اقتضاه كلام ابن الصلاح. يبقى بعض العلماء قالوا ايه؟ انه الموقوف ده يدخل فيه كلام الصحابي وكلام التابعي وكلام تابع التابعي وهكذا، لكن من باب الأدب مع الصحابة إن إحنا لابد أن نفرق بين كلام الصحابة وكلام غيره. ليه؟ لأن هؤلاء يعني شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعني لازمهم مدة طويلة، ويعني كان يشاهد الوحي وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا علماء أكثر من غيرهم باللسان العربي وبأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما إلى ذلك، فلهم مزية عن غيرهم قطعا. فلذلك بيقول ولكن الأدب إذا وقفت على غير صحابي أن تقيد ذلك بقولك موقوفا على فلان. يعني لو أردت أنك تستعمل هذا الاصطلاح في أنك تدرك الأقوال التابعين تحت باب الموقوف، يبقى تقول إيه؟ موقوف على الحسن البصري مثلا، أو موقوف على سعيد بن المسيب. ليه؟ عشان تفرق ما بين إيه؟ التابعي والصحابي. طيب، في بعض الكتب صنفت في الموقوف، زي كتاب حفص بن بدر الموصلي معرفة الموقوف، الوقوف على الموقوف، معرفة الوقوف على الموقوف لحفص، لأبي حفص بن بدر الموصلي. وكذلك من المظان التي يوجد فيها الموقوف كثيرا مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق. ومن التفاسير تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. هذه الكتب الأربعة من مظان إيه؟ وجود الموقوف. وكذلك المقطوع أيضا تجد الموقوف كثير في هذه الكتب. طيب،
باب بيان المقطوع. وعبر عنه الإمام الشافعي بالمنقطع، أي الذي لم يتصل إسناده. هو ليس الإمام الشافعي فقط اللي عبر عن المنقطع المقطوع بالمنقطع، كذلك الإمام الطبراني والإمام الحميدي والدارقطني، كل دول كانوا بيطلقوا على المقطوع منقطع. وهذا كان قبل استقرار الاصطلاح، عشان ما يجيش واحد يقول ايه طب يعني الأئمة الكبار دول كانوا يعني لا يدركون الفرق بين المقطوع والمنقطع. لا، ده اصطلاح حدث أخيرا، وهم كلامهم كان قبل استقرار هذه المصطلحات. كلامهم كان قبل ايه؟ استقرار هذه المصطلحات. طيب. وقال الحافظ البرذعي: المنقطع هو قول التابعي ويعبر عنه بالمقطوع. قول ايه؟ التابعي. يبقى هو الحافظ البرذعي قصر المنقطع او المقطوع على قول الايه؟ التابعي. لكن بعض العلماء ويمكن اكثرهم ومنهم على رسول الحافظ ابن حجر قال هو المنقطع او المقطوع يعني هو قول التابعي ومن هو دونه. ده كلام الحافظ ابن حجر. يعني لو جه واحد من اتباع التابعين وقال كلام يبقى نسميه ايضا ايه؟ مقطوعا. ده صح يا معايا ولا نامت؟ صحيح. صحيح. طيب مش عارف يعني ارى اعينا قد نامت، حان وقت صحيانها. عارفين كلمة الحجاج ولا مش عارفينها؟ قول الحجاج: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها. فأنا أرى أعينا قد نامت وحان وقت صحيانها. طيب. وقال غيره: قول التابعي وفعله، يعني القول أو الفعل للتابع، حيث لا قرينة للرفع فيه. يعني إيه؟ لا يوجد قرينة تقول إن هو ممكن القول ده يكون سمعه من الصحابي والصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم توجد هذه القرينة يبقى ده إيه؟ مقطوع. طيب. كالذي قلناه في الموقوف: ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي أو صحابي، ويحكم له بالرفع للقرينة. وإيه القرائن اللي احنا قلناها؟ إنه يكون بيتكلم عن حاجة من مشاهد يوم القيامة، حاجة ستحدث يوم القيامة، ثواب فعل أو عقاب فعل أو ما شاء، كما سيأتي بيانه قبيل باب بيان المرسل. وبذلك يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث. إدخالهما اللي هم إيه بقى؟ صحيح. إدخالهما اللي هو الموقوف والمقطوع. يندفع إدخالهما في أنواع الحديث. ده الكلام اللي احنا قلناه في الأول. بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه. يعني ليست لها علاقة بالحديث.
دي أقوال صحابة وتابعي. بل قال الخطيب في جامعه، تاخد بقى بالك تصحى كده للكلام اللي جاي ده. لماذا نكتب أقوال الصحابة والتابعين، وإيه الفائدة في إن احنا نكتب أقوالهم ونحفظها؟ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحفظه، معرف يعني معروف، ليه؟ ليه؟ لماذا نحفظه ونتعلمه؟ ولكن لماذا كلام الصحابة والتابعين يجب علينا أيضا إن احنا نتعلمه ونحفظه؟ لماذا؟ طيب هنشوف. فالإمام الخطيب قال له إنه يلزم كتبها، يعني أقوال الصحابة والتابعين، والنظر فيها. أول حاجة لماذا بقى؟ قال لك ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم. فلما نكتب أقوال الصحابة والتابعين نبقى عارفين هم قالوا إيه، فلا يأتي واحد بعد هؤلاء ويخترع كلام جديد من إيه؟ من عقله. لا يأتي واحد بعد عصر الصحابة والتابعين اللي هو عصر السلف يعني، ويخترع كلاما من عند نفسه، كلام جديد، إلا إذا كان ذلك في نازلة جديدة، يعني أمر لم يكن إيه موجودا لا في عصر الإيه السلف الصالح أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو موجود لا في الكتاب ولا في السنة، ده في نظرنا يعني، وإلا فكل شيء موجود في الكتاب والسنة، لكن نازلة حادثة حدثت لم تكن تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى في الحالة دي ممكن أي أنا آتي بقول جديد، ولكن أيضا هناك ضوابط لهذا الكلام الجديد. طبعا من يعني أهم الأمور في ذلك القياس، والقياس ده أيضا لابد أن يكون هناك أصل نقيس عليه. إيه تعريف القياس؟ حد فاكر؟ أنتوا ما بتاخدوش أصول؟ إيه؟ يعني إثبات مثل معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. ده تعريف الإمام البيضاوي في المنهاج. إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. إثبات مثل حكم معلوم، حكم المعلوم ده إيه؟ يا إما في الكتاب يا في السنة، وإلا هنجيب منين؟ فيبقى لازم برضو نبقى عارفين إيه الكتاب والسنة بيقولوا إيه. يبقى أول شيء، أول فائدة من تدوين أقوال الصحابة والتابعين أن نحن إيه؟ لا نشذ عن إيه مذاهبهم ونتخير من أقوالهم ولا نأتي بشيء جديد من عند أنفسهم. أي واحد هيجي بقى يقول لي يتفلسف، واحد كده ظريف، ويقول لي إيه وإحنا كده يعني بقى عقلنا ده بقى نلغيه، بقى العقل نهمله ونلغيه تماما، يعني ما ما ربنا خلق لنا العقل ده ليه؟ أقول له صحيح، لكن لما تبقى في مستوى هؤلاء الصحابة والتابعين من حيث العلم فكر وإيه وجيب حاجة جديدة، عندناش مانع إنك تأتي بجديد،
لكن لما تكون في مستوى هؤلاء الصحابة والتابعين، مستوى العلم بتاعهم من حيث اللغة، من حيث التقوى، من حيث أشياء بقى كثيرة، علمهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، يعني حاجات بقى كتير نقعد نقول، علمهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ده لما تبقى تصل إلى هذا المستوى يا عم فكر بقى براحتك وإيه وشغل عقلك. لكن هتشغل عقلك في إيه وأنت ما عندكش حاجة؟ يعني هل نستطيع إن إحنا نأتي لإنسان ذكي في غاية الذكاء، يعني الاي كيو بتاعه 150، عارفين الاي كيو طبعا، الاي كيو بتاعه ده 150، يعني بقى عبقري مفيش بعد كده، ونيجي نقول له بقى انت راجل عبقري، عايزين بقى نبني عمارة هنا، ارسم لنا بقى ايه في الورق ازاي إيه رسم كده ان احنا نبني ايه مبنى او طابق، يعني عمارة تتكون من 10 طوابق. هو ذكي لكن هو درس الحاجات دي؟ لم يدرس. هل هيستطيع مع ذكائه الخارق ان هو يرسم لنا عمارة كبيرة من 10 طوابق مثلا؟ ليه؟ ما هو ذكي. طب ما يشغل مخه، يشغل مخه، ايه المشكلة يعني؟ هو راجل ذكي، مش ذكي بس، ده عبقري. هي هي بالضبط. لما تبقى عندك العلم بتاع الصحابة والتابعين يبقى شغل مخك يا سيدي، احنا ما قلنا لكش لا، لم نقل لا، ولكن يتوافر العلم اللي كان عند هؤلاء، يبقى عندك علم الشافعي ومالك وأبي حنيفة والإمام أحمد، يبقى قول زي ما أنت عايز. لكن بقى الكلام الهذيان والجنون بتاع الناس، بعض الناس اليوم يقول لك يا أخي هم رجال ونحن رجال، لا هم رجال وأنتم عيال، يعني فرق شاسع يعني ما بين الثرى والثريا، ما بين السماء والأرض، بين هؤلاء وهؤلاء، من جميع، يعني انت مش هقول لك بقى من جميع العلوم، هات علم واحد بس مثلا، علم اللغة. وفي حد في عصرنا دلوقتي في علم اللغة زي الإمام الشافعي؟ ولا ربعه حتى، ولا عشره. هو في واحد في عصرنا هذا عنده علم الأصول زي الإمام الشافعي؟ ده هو اللي أنشأ هذا العلم. شوف بقى لما واحد ينشئ علما، هو اللي أنشأ هذا العلم. فهو في واحد يعني يبلغ من الأصول في علم الأصول زي مثلا سيدنا الإمام الشافعي؟ أبدا. طب بلاش ده ولا ده. التفسير، هو في واحد يعلم تفسير القرآن وأحكامه وكل ما يتعلق بالقرآن زي الإمام الشافعي؟ ولا واحد على 1000. طب وبعد كده تيجي تقول أصل إحنا هم يعني إحنا نحن رجال وهم رجال، طب إزاي يعني؟ فإحنا لا نحجر على الإنسان إن هو إيه يشغل عقله ويستعمل عقله وما إلى ذلك، لكن لما يبقى عندك الأدوات، الأدوات موجودة خلاص استعمل عقلك، زي بتاع الهندسة لما تقرأ في الهندسة وتدرس مثلا 5 سنوات ولا 10 سنوات في كلية الهندسة وماجستير ودكتوراه وبتاع، تبقى يعني بقى تعرف تعمل حاجة زي كده. يبقى إذن الذكاء لوحده
مش كفاية. طيب، يبقى أول فائدة إنه يتخير من أقوالهم ولا يشذ، أي لا يخرج على إيه؟ عن مذاهبه، لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل. يبقى دي الفائدة الثانية. لو جاء حديث مرسل، احنا عارفين ان المرسل ده من قبيل الايه؟ الضعيف. وجه واتى قول صحابي يؤيده، صحابي اخر يؤيده، يبقى ده ايه؟ بيقوي المرسل، يقوي المرسل. طيب، كما قاله الحافظ السخاوي: وربما يتضح أيضا بها يعني بأقوال الصحابة والتابعين المعنى المحتمل من المرفوع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ورد حديث من الأحاديث، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل معنيين. طب يا ترى هو أي معنى فيهم؟ لا ندري، هذا أو ذاك، نسبة 50% و50%. ثم بعد ذلك وجدنا قول لأحد الصحابة يؤكد أحد هذين الاحتمالين، يبقى هو المقصود بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الاحتمال الذي إيه؟ أيده الصحابي. يبقى دي فايدة تالتة للإيه؟ لمعرفة أقوال الصحابة والتابعين. كل ده احنا بنقوله ليه؟ حتى لا يظن بعض الناس أن أقوال الصحابة والتابعين ليس لها فائدة. لا، لها فائدة كبيرة جدا. طبعا احنا برضو ايضا يعني نرى ما يحدث في هذه الايام، ان بعض الناس بتعترض على بعض الصحابة، خاصة سيدنا ابو هريرة. واحنا قلنا طبعا اشمعنى، لماذا سيدنا ابو هريرة؟ لانه اكثر الصحابة رواية للنبي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا طعنت في ابي هريرة يبقى انت كده طعنت في جزء كبير من السنة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يعني انه لو انفق احدكم ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني انت انفقت زي جبل احد ذهب، والصحابي ده انفق ايه؟ حبة كده في فاللي انت جبل احد اللي انت انفقته ده لا يساوي هذا القليل الذي انفقه الصحابي. فيبقى بعد ذلك تيجي بقى ايه؟ انت ليس يعني لا تساوي، قد لا تساوي عند الله جناح بعوض اصلا، وتعترض بقى على واحد زي سيدنا ابو هريرة. يعني دي قل قلة أدب أو يعني. قال يعني الإمام الخطيب البغدادي: وقد جعل كثير من الفقهاء الموقوفات بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن، زي الإمام أحمد كده. الإمام أحمد كان يقدم قول الصحابي على القياس. قال: وقد أدرج الحافظ ابن حجر في المقطوع ما جاء عمن دون التابعي. أو الكلام اللي احنا قلناه، إن ابن حجر قال إن المقطوع ما جاء عمن دون التابعي، يبقى ليس فقط الايه؟ التابعي فقط. تمام.
التابعي في من هو دونه. وعبارته ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في الاسم بالمقطوع مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي، والله أعلم. يبقى ده إيه؟ كلام الحافظ ابن حجر، أن المقطوع مش هو قول التابعي فقط، لا، تابعي أو في من هو دونه. طيب، وإحنا قلنا أيضا أن مظان وجود المقطوع إيه؟ مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم. طيب، بما أن في مصطلح المقطوع لها ثلاث مذاهب في مصطلح المقطوع، يعني واحد مذهب الشافعي، والثاني مذهب البغلاني، والثالث مذهب جماهير المحدثين. نعم، صحيح، ولكن استقر الاصطلاح على الايه؟ كلام الحافظ ابن حجر. نكمل ولا زهقتوا؟ يعني العقل هيستوعب ولا لا انتوا، انا ما فيش مشكلة بالنسبة لي، المشكلة فيكم انتوا. المغرب أذن، طيب نكمل. باب بيان حكم قول الصحابي من السنة كذا ونحو ذلك. يبقى ايه لما يجي الصحابي يقول لك من السنة فعل كذا، طب ده نعتبره ايه بقى؟ موقوف ولا مرفوع؟ طيب، هذه الابواب حتى والابواب التي تليها كان الاولى ادراجها تحت باب الموقوف، يعني هو تكلم عن الموقوف ثم المقطوع ثم إيه هذه الأبواب، بابين أو ثلاثة هتكلم فيهم عن قول الصحابة. يبقى كان الأولى إدراج هذه الأبواب إيه؟ تحت باب أو بعد باب الموقوف. قال المحدثون: إذا قال الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو أمر فلان بكذا أو كنا نؤمر أو أمر بلا إضافة، يعني قال أمر وسكت، أو نهينا، فحكمه الرفع. ليه بقى حكم الرفع؟ لماذا؟ لأن الآمر أو الناهي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لما يقول كذا يبقى الآمر هو إيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو بعد وفاة النبي بزمن طويل، في بعض الصحابة زي ما احنا عارفين ايه تأخرت وفاتهم. قال الحافظ العراقي: وهذا هو الصحيح في المسألتين، المسألتين اللي هي ايه؟ من السنة كذا او امرنا بكذا. يبقى ده ايه؟ الصحيح انه في حكم المرفوع، وعليه اكثر العلماء، إذ المتبادر من قول الصحابي الذي يفهم من قول الصحابي من السنة كذا أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سنة الخلفاء الراشدين مثلا، وإن سماها الشارع سنة في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى الأصل في السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى وإن سميت أفعال الخلفاء الراشدين وأقوالهم سننا، لكنها هي في الإيه سميت على ذلك على سبيل التبع، لكن الأصل أن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. وإيضاح ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصله، وسنة غيره اللي هي بقى الخلفاء الراشدين مثلا تابع لسنته، وكذا القول في الأمر والنهي لا ينصرف ظاهره إلا لمن هو إليه. طب من له الأمر والنهي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر غيره تبع أي تبع له، فحمل كلامهم على الأصل أولى. يعني لما يأتي واحد ويقول من السنة كذا، الأولى إن إحنا نحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحمل على سنة الخلفاء الراشدين؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع. مقصود الصحابة بيان الشرع، والشرع هيأتي من أين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يريد أن يبين للناس الشرع، والشرع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي لا يريد أن يبين ما هي العادة، لا يريد أن يبين ما هي اللغة، لا يريد أن يبين مثل هذه الأمور، بل الصحابي يريد أن يبين إيه؟ الشرع، والشرع يؤخذ من من؟ من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ السخاوي، طبعا هو هذه الجملة حتى نبينها أكثر، هو الشرع بيستفاد من إيه؟ من 4 أشياء: الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس. طيب الكتاب يعني مشهور ويعرفه الناس، مشهور ويعرفه الناس كلهم، مش محتاج إلى بيان، يعني محصور. والإجماع، الإجماع هو نفس الصحابي نفسه داخل في أفراد الإجماع، فلا يعقل إن هو يقول أمرنا ويكون هو أحد الآمرين، لأنه هو أحد أفراد الإجماع. وفي إجماع هينعقد بدون مثلا واحد من الصحابة دول؟ لا. يتبقى إيه؟ القياس والسنة. طب هو القياس يعني يجوز عقلا أن يكون فيه أمر؟ لا، فلا يعقل أن الصحابي يقول مثلا أمرنا بكذا ويكون مقصود القياس، لأن القياس ليس فيه أمر ولا نهي. يبقى باقي إيه؟ ماذا تبقى؟ السنة. يبقى هو المقصود بكلام الصحابي أمرنا بكذا، يبقى هو إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ السخاوي: ومن أمثلة قول الصحابي من السنة كذا، قول علي رضي الله عنه: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. يبقى إيه؟ كأن سيدنا علي مثلا ده على فرض صحة هذا الإيه الأثر، ولو إن هذا الأثر عند أبي داود ولا يصح، لكن لو على هنفترض صحته، يبقى إيه سيدنا علي بيقول من السنة يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلته أو من أمثلة أمرنا قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيد العواتق
وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعني ستنا معطية بتقول إيه؟ إنه كنا نؤمر في العيد بإن إحنا نخرج النساء ليشهدن إيه؟ صلاة العيد. فأمرنا دي، ومن الذي أمر؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من اللي بينهى أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ومن أمثلة ذلك قول الصحابي أبيح، يعني ما يقول الصحابي أبيح لنا كذا، أو رخص لنا، أو حرم، أو أوجب علينا. كل هذه الألفاظ مردها عائد إلى من؟ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك مع كونه موقوفا حكمه الرفع كما تقرر، حكمه الرفع، لأنه من الذي سيأمر الصحابي غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو قاله الصحابي في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع. ليه؟ احنا قلنا كثير من الصحابة تأخرت وفاتهم بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال، لأنه احنا بنقول حتى ولا في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، الصحابي قال أمرنا أو كذا، يبقى عائد أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طب افترضنا ان الصحابي قال امرنا وكان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا ايه كده؟ هذا ينفي الاحتمال اطلاقا ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ابعد عن الاحتمال، اي احتمال عدم الرفع يعني فيما يظهر. ويساعده تصريح بعض ائمه الاصول بقوة الاحتمال في لفظ السنة لكثرة استعمالها في الطريق، يعني السنة بتستعمل ايه ايضا في الايه في الطريق وفي الهدي وما الى ذلك، فذا يقوي احتمال ايه ان يكون مقصود بلفظ السنة هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن احنا لسنا مأمورين باتباع هدي أحد غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة تطلق على الطريقة أو الهدي. قال: وسواء قاله الصحابي في محل الاحتجاج أم لا. تأمر عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا، وسواء كان كبيرا كان أم صغيرا. تمام، يبقى كل ده في إيه؟ في حكم الرفع. طيب، قال بعض الحفاظ: ومحل الخلاف في قول الصحابي من السنة كذا ما إذا لم يضف الصحابي السنة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أضافها كقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك. يبقى سيدنا عمر هنا إيه؟ قيد السنة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمقتضى كلام الجمهور الرفع، بل أولى، يعني بل هو أولى، حتى إذا لم يضف الإيه السنة إلى الإيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما سيدنا عمر عمل كده. أما إذا صرح الصحابي بالآمر كقوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع، أي مرفوع قطعا لانتفاء الاحتمال، لأن لا يوجد احتمال ولو صغير أنه يكون الآمر هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم. تتم. قال الحافظ السخاوي:
وقول الصحابي إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده كلام سيدنا أنس وكلام سيدنا أبو هرير، وما أشبهه كقوله لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كله مرفوع، لأن سيدنا أبو هريرة أو سيدنا أنس مش هي إيه؟ لن يقلد في صلاته غير النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر بقى من أعظم أمور العبادات. قال ويلتحق، وهل يلتحق التابعي بالصحابي في قوله من السنة كذا أو أمرنا؟ يعني التابعي لما يأتي ويقول أمرنا أو من السنة كذا، يبقى له حكم الرفع؟ طب الإيه؟ الأمر في الصحابي سهل، لأنه لا يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهده أو ما شابه، لكن التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. فلما يأتي التابعي ويقول من السنة كذا أو أمرنا بكذا، ماذا نفعل؟ فصحح بعضهم أنه موقوف متصل، موقوف متصل، يعني التابعي سمعه من الصحابي، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. فعبيد الله بن عبد الله تابعي ويقول السنة كذا في يوم الفطر ويوم الأضحى، فيبقى هذا قالوا ده موقوف في حكم الموقوف، لأنه أكيد سمعه من أحد الصحابة. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، لما يبقى سيدنا النبي هو نفسه اللي يقول إيه أمرت، هو كقوله أمرني الله عز وجل، هذه كتلك، لأنه لا آمر إلا الله، لا آمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الله، كما سيأتي بيانه في يرفعه ويرويه وأمثلة ذلك كثير. قال والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير. يعني لما يجي الصحابي يقول إيه أنا أمرت بكذا، يبقى الآمر له من؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يأتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويقول أمرت بكذا، يبقى من الآمر له؟ هو الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله.